اول بيقولوا لي شطه عاوز يتكلم مع الكابتن عزت، هنشوف شطه هيقول ايه ونرجع نحلل الكلام ده تاني. كابتن عزت طبعا كان لعيب يعني عصر كابتن صالح سليم وطارق سليم والمجموعه كلها، ولعب في اخر الخمسينات لا وحتى منتصف الستينات الحقيقه، وطبعا دخل بعد كده الجيش، وهي يعني اكتسب من خلال عمله في الجيش ده طبعا الانضباط ولا النظام وكيفيه التعامل مع الامور الخاصه بالاداره والحاجات دي. هو استاذ في الاداره طبعا، لانه اول ما احنا جينا اللي كان مدير الكره علينا الكابتن عزت ابو الروس، ودي طبعا حاجه بالنسبه لنا كان هو شديد جدا، فكان حقيقه المجموعه كلها كانت يعني محتاجه لنوعيه انك انت لاعبين صغار طالعين من القطاع الناشئين مع لعيبه جايه من بره محترفه زي طاهر الشيخ وزي محسن صالح وزي انا وجمال عبد العظيم، اسماء كانت وقتها لسه، وبعد كده جه مختار بعد كده جه محمد عامر، كانوا الحقيقه اللي جم من خارج النادي في ذلك الوقت مع الاندماج مع اللعيبه الصغيره اللي صعد يسموهم فرقه التلامذه. كابتن عزت جه في هذا الوقت وكان هيديكوتي موجود، كابتن هيديكوتي، فهي خلق نظام كرة القدم طول عمرها من 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 73 وانت نازله ستينات وخمسينات واربعينات كانت كلها هوايه هوايه هوايه، يعني يا دوب بدل انتقال بسيط كده عشان تيجي ما فيش فلوس ولا في مكافآت زي ما بتحصل يعني في الفتره اللي جه فيها كابتن عزت ابو الروس. عزت ابو الروس مؤسس الاداره ومؤسس قيمه مدير كره القدم في النادي الاهلي، هو اللي وضع اسس ليها، واحيانا مش هتكلم عنها لانه هتكلم عنها باسهاب، لكن هو وضع لنا نظام ان انا اقدر اخد فلوس قد ما بلعب، وادانا بدل انتقال بدل ما اعمل، ما كانش في عقود احتراف، كان ممنوع انك تعمل عقد احتراف وقتها والا هيحصل فيه تخش بقى في لوائح الاحتراف، كنا كلنا هاويين، عمل لنا النظام في الهواه اشبه بالاحتراف. هو وهيديكوتي اول مجموعه او اول هي مدربين من خلال وجودهم في النادي الاهلي عملوا نظام اليوم الكامل، وكان بقى لما يقعد مع مدير الكوره او يقعد مع المدير الفني مثلا، كان يقعد مع هيديكوتي او يقعد يشتغل مع مايكل ايفرت برضه في فتره اوائل التسعينات، اشتغل مع مايكل ايفرت، فكان كابتن عزت ابو الروس يقعد مع المدرب بيديه وجهات نظر فنيه قويه جدا، لانه يعني مش محتاج ان يبقى المدير الفني، ولكن تدخله مع المدير الفني كان محدود بحيث انه القرار قرار المدير الفني، لكن وجهه النظر والحاجات بتبقى عن طريقه. كابتن عزت كان عنده رؤيه كبيره جدا في كره القدم، ما اشتغلش مدرب لكن كان يتحدث في كره القدم افضل من اي مدرب، ويعلم احتياجات اللعيب ايه، ويعلم الفرق اللي جايه دي اللي بتلعبك دي احتياجاتها ايه، فكان وجوده مع هيديكوتي انجح فتره للنادي الاهلي، ممكن يعني من انجح الفترات في تاريخ النادي الاهلي، انه عزت كابتن عزت ابو الروس مع هيديكوتي دي تعتبر حقيقه يعني 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 عايز اقول لك من افضل العقود اللي اتعملت في النادي، عقد يعني عقد من الزمان يعني، انه 10 سنين اللي قضاها كابتن عزت ابو الروس معانا، هو ما كملش 10 سنين لكن هيديكوتي استمر معانا فتره طويله من 72 لحد 82 لحد 80 او 81، تعتبر 10 سنين يعني، فله قدرات فنيه وقدرات اداريه عاليه جدا، هذا المزيج قل ما تجديه في شخص بهذه المواصفات الحقيقه كابتن عزت ابو الروس.